اهلا بكم، انا سامي من فوزي اكاديمي. احيانا بنفتح صفحة النت في الجوجل كروم وبنلاقي الرسالة دي موجودة. الرسالة اللي احنا شايفينها دي ممكن تكون في اسباب كتيرة جدا ليها، بتسبب بطء البرنامج او بطء النت او هكذا. طبعا عشان نخلص من الرسالة دي في طرق كتيرة جدا انا شرحتها في فيديوهات، ممكن بعض الطرق دي تشتغل معاك وبعض الطرق ما تشتغلش معاك. المرة دي احنا هنشوف حاجة اسمها ريموف سوفت وير، يعني في سوفت وير بتكون انت نزلتها او شيء بيأثر على الجوجل كروم. في اداة في الجوجل كروم، في موقع الجوجل كروم بنروح على الصفحة بتاعته وبننزل السوفت وير ده اللي بيبحث اذا كان في شيء بيعطل اداء الجوجل كروم، ودي طريقة ممكن تحل لنا المشكلة دي. بنروح على الصفحة اللي هي الخاصة بالكلام دوت، انا هنا رحت على الصفحة هي موجودة، وبنلاقي ننزل السوفت وير دوت ريموفر تول، بنضغط وبنقول اكسبت وبينزل البرنامج زي ما احنا شايفينه. طبعا هنا بنقول كيب سكيرد او كيب، هنضغط على كيب بيبدأ ينزل البرنامج، وبنقول له ران وبنقول ران مرة تانية بيبدأ ينزل. وهنا هو شافلي وقال لي نو سسبشن بروجرام فاوند، يعني معناتها ان مفيش حاجة نزلت، حاجة بتعطل هذا البرنامج. البرنامج لسه بيكمل وبيفتح تاني وبيقول لك اعمل ريسيت على السيتنج بتاعتك وبتقول اوكي. ودي طريقة ممكن تنفع انها تساعدك في حل المشكلة. شكرا لكم وارجو انكم تشاهدوا هذا الفيديو.